جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا طالب أدرس في الهند واسمي أبو سلطان، يسأل ويقول: عندنا في الهند الناس يصومون رمضان بعد يومين من صيام الناس في البلاد الأخرى، فهل جزاكم الله خيرا نصوم رمضان مع الهند أم مع السعودية، مع العلم بأنه يوجد هنالك فارق وقت بين الهند والسعودية، ومع العلم أننا إذا صمنا مع السعودية أو أي دولة أخرى فصلاة العيد سوف تذهب ولا نصليها. أطلب من الله ثم منكم أن تجيبون عن هذا السؤال، جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم أن يصوم مع المسلمين الذين يعيش معهم في أي بلد كان، ويجب على المسلمين أن يجتهدوا في رؤية الهلال ويتحروا رؤية الهلال، فإن رأوا ليلة الثلاثين من شعبان صاموا، وإن لم يروا ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يكملون عدة شعبان ثلاثين ثم يصومون، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين في الهند أو في غيرها أن يجتهدوا عند أنفسهم، أن يجتهدوا في تحري الهلال، فإن رأوه ليلة الثلاثين من شعبان صاموا، ويكون شعبان 29 يوما، وإن لم يروه أكملوا عدة شعبان 30 ثم صاموا بعد ذلك، يصومون جميعا ويفطرون جميعا. هذا هو المشروع بحق المسلم، أن يكون مع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواية فإن عم عليكم فاقدروا له، وما نقدروا لها يأكل عدة شعبان 30 يوما كما في الرواية التي ذكرنا. جزاكم الله خيرا. إذن على كل مسلم أن يقتدي بأهل البلد الذي هو منهم، المسلمين بطبيعة الحال الذين يعيشوا معهم، وعلى المسلمين أن يهتموا بأمر الهلال، أن يهتموا بأمر الهلال ويترصدوا لرؤيته، وإذا حرصوا فإنهم سيوفقون إن شاء الله. رأوه صاموا إلا أكمل العدة. بارك الله.